حاولنا ان احنا نراجع على قد ما نقدر على البيسكس بتاعت السيمي كوندكتورز اللي هي الماتيريال اللي بتتعامل منها اغلب الكومبوننتس الالكترونيك كومبوننتس. واتفقنا المره اللي فاتت ان الالكترونيك كومبوننتس بتتعامل او الالكترونيك كومبوننتس بتمتاز او بتختلف عن الجنرال الكتريكال كومبوننتس. رقم واحد ان هي نون لينير، تاني حاجه ان هي اكتف. نون لينير يعني governing equation بتاعتها ما هياش لينير زي اومز لو فور انستنس، فهي بتبقى نون لينير غالبا بتبقى اكسبوننشال. وفي نفس الوقت كل الالكترونيك كومبوننتس ار اكتف كومبوننتس، محتاجه ان هي يبقى لها باور سورس عشان تقدر تقوم بالدور بتاعها. وبعد كده هو اتفقنا او دخلنا وفهمنا يعني ايه الالكترونيك كومبوننتس بتتعمل من ماتيريالز معينه، ولا هي كوندكتورز زي الميتلز، ولا هي انسيوليترز زي ماتيريالز كتيره، وانما هي بتمتاز بخواص معينه، وان هي بين البنين ما بين الاثنين دول، وبالتالي الكوندكتيفيتي بتاعتها بتبقى اقل من بتاعه الكوندكتورز بس احسن بكتير من الانسيوليترز. وقلنا ان السيمي كوندكتورز ديت سواء كانت elemental زي السيليكون او كومبوزيت زي او كومباوند زي الجاليوم ارسنايد، فالاثنين دول طالما ان هم في البيور ستيت بتاعتهم بنسميهم intrinsic semiconductors. وفي الحاله دي بنقول ان هو كل واحده من الاتومز ديت او المولكيولز ديت بيبقى لها اربعه كوفالنت بوندز. اللي بيعمل الكوفالنت بوندز دي صوت قطع يا دكتور. دكتور ما في صوت، احنا مش سامعين حضرتك. يبقى بالتالي احنا قلنا ان كل واحده من الاتومز ديت او المولكيولز بتعمل اربعه كوفالنت بوندز، والاربعه كوفالنت بوندز دي بتتعمل عن طريق الفالنس الكترونز اللي هي اخر الكترونز موجوده في الاوربيتالز بتاعه الاتومز ديت. وان الالكترونز ديت لما بتاخد حبه انرجي بتبدا ان هي تتغير من فالنس الكترون وتعتبر الكترون اتحررت من الاتوم بس لسه موجوده جوه الماده، وبالتالي بدل ما بنسميها فالنس الكترون بنسميها كوندكشن الكترون لان هي دي اللي قادره على توصيل الكهرباء. وطبعا قلنا لو الالكترونز ديت خدت ايفن مور انرجي وسابت الماده بره خالص زي ما كان بيحصل في الكاثود راي اوسيلوسكوب مثلا، يبقى الالكترونز دي كنا بنسميها فري الكترونز. لكن احنا بالنسبه لنا جوه الكورس بتاعنا ما بنهتمش غير نوعين بس من الالكترونز، سواء كانوا فالنس الكترونز او كوندكشن الكترونز. وكمان اتفقنا مع بعض ان الانترنسيك سيمي كوندكتورز دي حاجه كويسه، وكل ما نحب ان احنا نزود الكوندكتيفيتي عايزين ندي انرجي اكتر عشان نكسر بوندز، وبالتالي كل بوند يتكسر هيديني الكترون وبوند مكسوره. الكترون اللي هو الكوندكشن الكترون، وبوند مكسوره يعني فالنس الكترون مش موجوده في مكانها. وسمينا الفالنس الكترون اللي مش موجوده في مكانها او البوند المكسوره دي سميناها هول. وبالتالي عندي الالكترون اللي هو له ماس وله نيجاتيف تشارج، وعندي الحاجه الافتراضيه اللي بتمثل نقص فالنس الكترون اللي احنا سميناه هول، اللي برضه بنديله برضه فيرتشوال ماس وبرضه بيبقى له تشارج اللي هي بوزيتيف التشارج بتاعه الالكترون يعني. ومن هنا قلنا لما يجي يمشي اي كهرباء، الكهرباء او الالكترون الكتريك كارنت اللي هيمشي هيبقى ماشي بسبب حاجتين، بسبب حركه الكترونز او حركه هولز. الالكترونز والهولز هما الاثنين دول بيمثلوا اي كارنت بيعدي. بس احنا برضو اتفقنا لما نيجي نبص على الانترنسيك سيمي كوندكتور، لما نيجي نقول ان الالكترونز او الهولز اتحركت، عدد الالكترونز والهولز بسبب تكسير البوندز بسبب الانرجي اللي حواليها ده بيبقى عددهم صغير جدا. فلو انا حبيت ان انا ازود الكوندكتيفيتي بتاعتنا اتفقنا ان احنا هنبدا نعمل حاجه اسمها دوبينج، او ان احنا هنintroduce impurities شوائب معينه
سواء كانت جايه من جروب 5 زي الفوسفورس والارزنيك، او كانت جايه من جروب 3 زي الجاليوم والانديوم مثلا. والاثنين اسمنا لو كان دخلت حاجات من جروب 5 يبقى انا في الحاله دي زودت elements عندها ان اكسترا الكترون، وساعتها الامبيوريتيز ديت بنسميهم دونرز، والدونرز دي لما بتخش بالاضافه للبونز اللي بتتكسر بتديني اكسترا الكترونز تبقى موجوده. والعكس صحيح، لما باجي بدخل elements من جروب 3 بلاقي ان انا بانتروديوس نفس البونز اللي بتتكسر والالكترون هول بيرز بالاضافه لاكسترا هولز. واخدنا برضو ان في ايكويشن بتحكم الاثنين دول مع بعض اللي هي الماس اكشن لو، اللي هي بتقول ان الكونسنتريشن بتاع الالكترونز الان مضروبه في الكونسنتريشن بتاع الهولز اللي هي البي بتساوي ان اي سكويرد. وقلنا ان الان اي ده هو عباره عن الانترنسيك كارير كونسنتريشن اللي هو كونستنت ثابت موجود في جداول ثابت لكل ماده عند كل درجه حراره نقدر نطلعها من جداول معينه او بنديها لكم في المسائل. واتفقنا ان المعادله دي فيها مجهولين، الكونسنتريشن بتاع الالكترونز والكونسنتريشن بتاع الهولز. يبقى ده معناها نحتاج معادله تانية معاها. فلو كانت الماده دي انترنسك يبقى ده معناه الان بتساوي البي، وبالتالي لو حلينا المعادلتين هيبقى الان بتساوي البي بتساوي الكونستنت اللي هو ان اي. هاويفر لو احنا جينا علشان نحط اي بقى نوع من الامبيوريتيز ساعتها بيبقى في معادله تانية جايه من التشارج نيوتراليتي، وساعتها قلنا يا اما ان الان بتساوي البي زائد الان دي بلس اللي هي الايونز بتاعه الدونرز، او ان البي بتساوي الان زائد الان اي. لما بنحل المعادلتين دول في المجهولين ساعتها بنطلع الكونسنتريشن بتاع الالكترونز والكونسنتريشن بتاع الهولز. ده كده كان ملخص اللي احنا اخدناه في المحاضرتين اللي فاتوا. النهاردة بقى لما نيجي نفكر مع بعض عايز كل واحد فيكم يفكر معايا ايه هو الشرط اللي يخلي ان في تيار كهربي يعدي في اي الكترونيك element. في شرطين اساسيين لازم يحصلوا، ايه هما؟ يكون في free electrons. يبقى رقم واحد هتفانا مش هيبقى اسمه free electrons، انت تقصد charge carrier سواء كان conduction electron او كان hole. ده فعلا اول شرط. ايه الشرط التاني؟ ان يبقى في فرق جهد يا دكتور. ان يبقى في حاجه بتزق الالكترونز دي او بتزق الهولز دي. يبقى احنا عايزين حاجتين، حاجه منهم ان لازم يبقى الحاجه اللي هتوصل الكهرباء تبقى موجوده، لازم يبقى فيه الكترونز ولازم يبقى فيه هولز. الشرط الثاني ان لازم يبقى فيه احد المسببات لحركه الالكترونز والهولز دي. لو الاثنين دول اتحققوا يبقى ساعتها ممكن يعدي كارنت. لكن لو انا كان عندي المسببات لحركه الالكترونز والهولز وما عنديش الكترونز وهولز ما فيش حاجه هتتحرك. ولو عندي الكترونز وهولز بس ما فيش حاجه تديهم نت موشن يبقى ده معناها برضو ما فيش حاجه هتتحرك. وبالتالي النهارده اللي احنا عايزين نراجع مع بعض عليه هو عايزين نشوف هي ايه هي ال different motion mechanisms اللي احنا بنسميها ال transport mechanisms. ولو تفتكروا انتوا اخدتوا الحاجات دي في سنه اولى، و according للسلايدز اللي انا عامل لها sharing دلوقتي هيبقى عندنا اتنين carrier transport mechanisms هنبص عليهم النهارده. واحد منهم هو ال drift والتاني منه هو الديفيوجن. تعال ناخد واحد واحد كده هوت ونحاول ان احنا نفتكرهم مع بعض. هو ايه الدريفت؟ لو انا جيت بصيت على اي ماده موجوده في الدنيا فيها كوندكشن الكترونز والماده دي انا جايبها خدتها كده رحت حاططها على الترابيزه، هل الالكترونز اللي جوه بتتحرك؟ 100% اكيد، عماله بتاخد انرجي وعماله تخبط يمين في شمال وقدام وورا وهكذا. وبالتالي دايما الكوندكشن الكترونز في اي ماده دايما بتتحرك واحنا موجودين في الامبيان تمبرتشر بتاعنا ده. لكن اللي عايز اقوله لكم ان النت ريزلتنت بتاعت الحركه بتاعتهم الريزلتنت بتاعتها صفر، فبتطلع لقدام حته بتطلع لورا حته بتتخبط يمين حته بتتخبط شمال حته بس الريزلتنت صفر، وبالتالي النت كارنت بتاعها صفر. امتى بقى ان الكارنت ده يبقى له قيمه؟
لما يبقى في عندي حاجة تزق الإلكترونز بشكل منظم، يبقى ده معناه أنا بدأت أبلاي على المادة دي فرق جهد علشان يعمل لي مجال كهربي electric field. لو أنا جيت بصيته عشان أعمل الإلكتريك فيلد ده، يبقى ده معناه أنا بدأت أحط فورس. لو تفتكروا الفيزياء بتاعت سنة أولى خدتوا إن الإلكتروستاتيك فورس كانت بتساوي التشارج بتاعت الكارير مضروبة في الإلكتريك فيلد، الاف بتساوي الكيو في الإي. فطالما أن أنا حطيت إلكتريك فيلد يبقى أكيد هيبقى فيه إيه فورس، وطالما فيه فورس يبقى ده معناه إن أكيد الإلكترونز هتبدأ تمشي بسبب الفورس اللي إحنا حطيناها دي. بس لسه بقى في بروبرتي معينه هفكركم بيها خدتوها في اولى. البروبرتي دي بروبرتي موجوده لكل ماده. انا عايز كل واحد فيكم يتخيل دلوقتي لو انا جيت خدت كل واحد فيكم وحطيته جوه شارع فاضي وقلت له يلا اجري، هل السرعه بتاعته وقابليته للحركه هتبقى بنفس الكفاءه لو خدتكم وحطيتكم في سوق زحمه؟ مين من التو اكزامبلز دول اللي يقدر ان هو يديكم قابليه للحركه اكتر؟ الشارع الفاضي. قول تاني. الشارع الفاضي. الشارع الفاضي، يبقى ده معناه ان البيئه اللي انا محطوط فيها بتبدا ان هي تديني الامكانيه او بتعبر عن قابليتي وسهوله الحركه بتاعتي. نفس الحكاية للإلكترون، على حسب المادة اللي هو فيها سواء كانت سيليكون ولا جيرمانيوم ولا جاليوم أرسنايد، الإلكترون دوت أو الهول ده عشان يتحرك بيعاني من معوقات مختلفة موجودة. كل ما المادة ما المعوقات اللي موجودة فيها تبقى أقل، كل ما تبقى قابلية الحركة بتاعت التشارج كارير دي أعلى بكتير. وبالتالي احنا بنعبر عن قابلية الحركة ديت عن طريق quantity او property ثابتة لكل مادة عند كل درجة حرارة، حاجة بنسميها الموبيليتي. الموبيليتي دي زي ما هي متوضحة عندكم في الـ على السلايد في المعادلة ديت، الموبيليتي اللي هي الميو. الموبيليتي دي بتقول لي هي عبارة عن السلوب بتاع الكيرف اللي ما بين الفيلوسيتي بتاع الكارير وما بين الالكتريك فيلد. يبقى ده معناه لو انا حطيت الكتريك فيلد وعندي ماده الموبيليتي بتاعتها عاليه، يعني قابليه الحركه عاليه، يبقى اكيد الكارير ده هيمشي بسرعه عاليه. لكن عند نفس الالكتريك فيلد لو لقيت ان الماده دي بتديني موبيليتي اقل، يبقى اكيد السرعه بتاعتي هتبقى اقل. فبالتالي الموبيليتي دي عباره عن خاصيه لكل تشارج كارير في كل ماده عند درجه حراره معينه، ودي بتبقى quantity اليونت بتاعتها سنتيمتر سكويرد على فولت سكند. الحاجة بقى التانية اللي عايزكم تفكروا فيها كده، هو احنا لغاية دلوقتي خدنا اتنين types of charge carriers، electrons و holes، وقلنا الالكترونز دي هي عبارة عن conduction electrons، وان الholes دي هي عبارة عن غياب valence electrons. تفتكروا مين فيهم اللي هيكون عنده قابلية حركة أعلى؟ الاتنين زي بعض. الاتنين زي بعض. طب تعال نفكر مع بعض. هو طبعا الإجابة مش صح، بس تعال نفكر مع بعض. الكوندكشن إلكترون هو إلكترون خد إنرجي ساب بيها الأتوم بس لسه جوه المادة. الحركة بتاعت الهولز هي حركة بسبب فيلنس إلكترونز ما بينها وما بين بعض، اللي هي عبارة عن إلكترونز لسه موجودة في المدار الأخير اللي موجود في كل أتوم. يبقى تفتكروا مين فيهم اللي حركته هتبقى أسهل؟ الكوندكشن إلكترون. الكوندكشن إلكترون هتبقى الحركة بتاعتها هتبقى أسهل. عشان كده لما نيجي نروح نبص في التابلز بتاعت المواد هتلاقي مثلاً ان الموبيليتي بتاعه الالكترونز ممكن تبقى ضعفين، يعني ضعف سوري او ثلاث اضعاف الايه اللي اسمها الموبيليتي بتاعه الهولز. فدي حاجه دايما هتلاقوها
وتبقى دايما تبقى واخدين بالكو منها. فبالتالي لو انا عرفت دلوقتي ان الفيلوسيتي بتاعتي سواء للالكترونز او الهولز بتساوي الموبيليتي بتاعت الالكترون او الهول مضروبه في الالكتريك فيلد، في اثبات كده صغير جدا تقدروا تعملوه وتقدروا تطلعوا منه الايكويشن اللي هي اللي بتحدد بالنسبه لنا احنا الكرنت دنسيتي عامل ازاي. الكرنت دنسيتي اللي هو عباره عن ايه، لو تفتكروا من سنه اولى كنت اخدتوا ان الكرنت دنسيتي اللي هي جي هي عباره عن الكرنت مقسوم على الاريا اللي بيعدي فيها، مقسوم على الكروس سكشنال اريا في اللي هي عموديه على اتجاه الكرنت. الجي دي اللي هي اي على ايه بتساوي التشارج بتاعه الالكترون مضروبه في الكارير دنسيتي اللي هو عدد الالكترونز بير يونت فوليوم او عدد الهولز بير يونت فوليوم مضروب في الفيلوسيتي. وبالتالي ده معناه ان انا هيبقى عندي اتنين current density components، واحد منه بسبب الهولز واحد منه بسبب الالكترونز. الcurrent density بتاعت الهولز هتبقى عبارة عن q في ال p مضروبة في الvelocity بتاعت الهولز. وطبعا زي ما احنا شفنا في السلايد اللي فاتت احنا كنا عرفنا ان الvelocity بتساوي الموبيليتي مضروبة في الالكتريك فيلد. يبقى ده معناه ان current density بتاع الهولز هو عبارة عن Q في الـ P في الموبيليتي في الالكتريك فيلد. نفس الكلام ده بالظبط هيتحقق للالكترونز، هيبقى برضو الـ J بتساوي الـ Q في الـ N في الـ mu N في الالكتريك فيلد. طبعا في بقى شوية كده هو اشارات بتاعت حركة الالكتريك اتجاه الالكتريك فيلد والشارج بتاعت الكرنت بيتزبطوا مع بعض في الاخر خالص، وبنلاقي ان المحصلة بتبقى في نفس الاتجاه، وبالتالي التوتال كارنت اللي بيمشي بسبب الالكتريك فيلد اللي احنا بنسمي نوع الحركه دي حركه بسبب الزق. يعني لو احنا حبينا نترجمها ترجمه حرفيه ودي بنسميها دريفت موشن، وساعتها التوتال دريفت موشن كارنت بيساوي مجموع الكارنت بتاع الالكترونز زائد مجموع الكارنت بتاع الهولز. يعني الجي بتساوي الكيو في البي في الموبيليتي بتاعت الهولز في الالكتريك فيلد زائد الكيو في الان في الموبيليتي بتاعه الالكترونز في الالكتريك فيلد. لو انا جيت رحت واخد الكيو كومن فاكتور والالكتريك فيلد كومن فاكتور اقدر ان انا احطها الايكويشن بالشكل دوت، وفي الحاله دي اقدر سيجما في الالكتريك فيلد. ايه السيجما دي؟ السيجما دي حاجه بنسميها الكوندكتيفيتي بتاعه الماده، اللي هي لو انتوا تفتكروا في سنة أولى اللي هي المقلوب بتاع الريزيستيفيتي بتاعت المادة اللي هي الرو. ففي الحالة دي بنقول ان الكوندكتيفيتي بتاعت المادة هي عبارة عن ميو ان. مين فيكو يفتكر الكرن ده المعادلة كان اسمها ايه؟ يا دكتور السكان بيقطع مش سامع، حدش سامع. الايكويشن بتاعت ان الجي بتساوي السيجما في الالكتريك فيلد، المعادله دي خدتوها في سنه اولى اسمها ايه؟ طب هحاول اسهلها لكم شويه عشان لو الناس مش فاكره، تعالى نفتكر مع بعض. وانا لسه قايل دلوقتي هو الجي دوت اللي هي current density بتساوي ايه على ايه؟ الكرنت على cross sectional area. صح، يبقى الجي بتساوي current على cross sectional area. والالكتريك فيلد للناس اللي فاكره فيزياء سنه اولى، الالكتريك فيلد كان بيساوي الفولتج على الديستنس ما بين الطرفين، يعني فولتج على اللينس. يبقى بقى عندي اي على ايه بتساوي فولتج على لنس مضروب في سيجما اللي هي واحد على رو، اللي هو تديكوا ان في الفي على الاي بتساوي اللنس على كروس سكشنال اريا في الرو. حد فاكر المعادله دي هي ايه؟ الكوندكتيفيتي تقريبا، او دي كانت بتديكوا حاجه اسمها اومز لو، ان الفي بتساوي الاي في الار.
ف في بتساوي اي في ار هي بالظبط جي بتساوي سيجما في الالكتريك فيلد. انا كل اللي عملته بس شلت الجي وخليتها اي على اي، شلت الالكتريك فيلد وخليته فولتج على لنس. ولو انا رتبت المعادله تاني هيطلع بالظبط كده ان الفي بتساوي اي في ار، او الفي على الاي بتساوي الار، والريزيستنس دي بتساوي ايه؟ بتساوي رو في ال على كروس سكشن الاريا، او واحد على سيجما في ال على كروس سكشن الاريا. وهي دي المعادله اللي فاتت دي، الجي بتساوي سيجما في اي اللي موجوده عند الكورسر ده، هي دي اللي احنا بنسميها اومز لو اللي انتم متعودين تشوفوها بالصوره الثانيه بتاعتها، ان في بتساوي اي في ار. وبالتالي لو انا حبيت ان انا احسب الريزستيفيتي بتاعه الاكزامبل ده هعمل ايه؟ هروح احسب اروح اجيب الريزستيفيتي اللي انا بحسبها ان هي واحد على الكوندكتيفيتي، والكوندكتيفيتي دي بجيبها منين؟ بروح ابص على المعادله بتاعتي، اروح اجيب ان السيجما بتساوي كيو في البي في النيو بي زائد كيو في ان في ميو ان. البي والان اجيبهم ازاي؟ زي ما خدنا المره اللي فاتت عن طريق الماس اكشن لو. يبقى كده جبت البي والان، والكيو رقم ثابت احنا عارفينه وجيفن اللي هو 1.6 في 10 اس ناقص 19، والموبيليتي بتاعت الهولز والموبيليتي بتاعت الالكترونز الاثنين دول كونستنتس بناخدهم عندنا في المساله. يبقى انا في الحاله دي اقدر اعوض هنا واروح مطلع الكوندكتيفيتي على طول، اللي انا لو جبت المقلوب بتاعها جبت الريزستيفيتي. وفي الحاله دي اقدر ان انا اعوض عندي في الايكويشن اللي قدامي دي، واقدر اطلع على طول الريزيستنس بتاعت الماده. طيب يبقى احنا كده اخذنا او افتكرنا وفكرنا نفسنا بال اسمه ده الايكويشنز اللي انتوا اخذتوها السنه اللي فاتت، اللي هي الايكويشن بتاعت الدريفت موشن. الدريفت موشن ده احد انواع الحركه. الدريفت موشن دوت بيقول ان انت واقف في الشارع وفي واحد بيزقك، يبقى ده كده هو حاجه بنسميها دريفت موشن. بس مش كل الموشن اللي بسبب ان في فورس ابلايد عليك. تعال ناخد اكزامبل كده عشان اوريكم نوع تاني من الحركه بيحصل ناتشرلي لما تتوافق ظروف معينه. كل واحد فيكم لو كان بيركب اتوبيسات، لو انتوا دلوقتي راكبين اتوبيس والاتوبيس ده زحمه على الاخر، وانت يا اما قاعد قدام خالص او قاعد ورا خالص، وفجاه كده هو وصلت عند محطه اساسيه ونص الاتوبيس القداماني كله نزل من الاتوبيس، ايه اللي هيحصل اوتوماتيكلي في الباص؟ الناس هتطلع قدام شويه. الناس اللي هي متكتفه وقاعده في الزحمه ورا خالص هيبداوا يقولوا طب انا واقف في الزحمه ليه؟ ما في حته فاضيه قدام. فاوتوماتيكلي هيبدا حبه ناس من اللي ورا يطلعوا قدام. كان قبل كده قدام فاضي خالص وورا مليان على الاخر. حبه ناس هيتنقلوا كده، الفرق ما بين قدام وورا هيقل شويه بس لسه موجود، فهتلاقي ناس من ورا لسه طلعت قدام. اي حد هيجي يفكر يتحرك تاني هيبص هيقول ايه؟ اه ده لسه ورا اسحب من قدام اطلع قدام، لغايه لما ورا وقدام يبقوا الزحام بتاعهم زي بعض، ساعتها ما حدش هيفكر هيبقى ليها فاليو ان هو يطلع قدام. يبقى ده معناه الناس هتستمر تتحرك من ورا لقدام طول ما في فرق زحام من قدام من ورا لقدام. الزحام ده اللي احنا بنسميه الكثافه بتاعت الناس اللي موجوده، الدنسيتي او الكونسنتريشن بتاعت الناس اللي موجوده. يبقى ده معناه لو انا في اي نوع من في اي وقت من الاوقات او اي ظرف من الظروف قدرت ان انا اعمل فرق كثافه للشارج كاريرز بتوعي، ناتشرلي تماما هلاقي ان هيحصل فيه حركه، والحركه دي هي الحركه اللي انا زي ما انت شفتوا في اول سلايد سميناها الديفيوجن موشن. الديفيوجن موشن بتحصل لما يكون في اختلاف كونسنتريشن ما بين مكان ومكان، ساعتها الشارج كاريرز تبدا تتحرك من المكان اللي فيه هاير كونسنتريشن للمكان اللي فيه
lower concentration. ومن غير ما نخش فيه تفاصيل كتيرة وإثباتات, بيطلع إن current density بتاعة ال diffusion current هو عبارة عن إن هو بيساوي ال Q مضروب في ال concentration gradient اللي هو ال slope بتاع ال اسمه concentration بتاع الإلكترونز أو بتاع الهولز اللي هو dN by dx أو dP by dx, وكل ده مضروب في constant تاني اللي هو ال d capital اللي احنا بنسميه diffusion constant. ده حاجة كده شبه الموبيليتي, بس بدل ما هي للدريفت كارنت دي للديفيوجن كارنت. ده عبارة عن كوفيشنت معين لكل تشارج كارير, يعني يا إما إلكترونز يا إما هولز, لمادة من المواد عند درجة حرارة معينة. الديفيوجن كونستنت ده اللي بيعبر لنا عن سهولة الديفيوجن بتاعة الإلكترون أو الهول في المادة اللي هو فيها. وبالتالي أنا لو جيت بصيت على الكارنت دنسيتي بتاعة الهولز هلاقي إن الجي بتساوي الكيو في الديفيوجن كونستنت في دي بي باي دي اكس. نفس الكلام لو حبيت أجيب بتاع الإلكترونز هتلاقي الجي ان بتساوي كيو في الدي ان في الدي ان باي دي اكس. طبعا في فرق إشارة بين الاثنين علشان التشارج بتاعت الإلكترونز والهولز. وبالتالي لو أنا حبيت إن أنا أبص على الاثنين سواء كانوا إلكترونز أو هولز هيبقى عندي التو إكويشنز المختلفين بتوعي اللي أنا لسه قايلهم. ولو خدنا إكزامبل دلوقتي للإكزامبل اللي على الشمال دوت, عندي concentration gradient linear. هنفترض إن الإكويشن بتاعته زي ما هي مكتوبة فوق هنا هو, إن هي بتساوي 1 في ماينس اكس على ال. لو انا حبيت ان انا اجيب الكونسنتريشن جريدينت يبقى هفاضل البي ديت بالنسبه لاكس. ساعتها لما اعمل دي بي باي دي اكس هيديني نيجاتيف ان على ال. اللي انا لو كانت الايكويشن بتاعتي ما هياش لينير وكانت حاجه تانية زي اكسبوننشال زي n of e to the power of عملت differentiation لل p بالنسبة لل x برضو هطلع كده طلعت ال current density. فأيا كان ال equation بتاعت ال charge density عاملة ازاي, سواء كانت exponential سواء كانت linear سواء كانت hyperbolic أيا كان, كل اللي علينا نعمله بس نجيب ال concentration gradient سواء كان هولز او كان الكترون ونعوض في المعادله بتاعته. وساعتها اقدر ان انا اروح اجيب الديفيوجن كارنت دنسيتي بتاع الالكترونز والديفيوجن كارنت دنسيتي بتاع الهولز واجمع الاثنين على بعض, كده جبت التوتال ديفيوجن كارنت دنسيتي اللي موجود. وطبعا لو كان عندي كمان اوفر اند ابوف الديفيوجن اسمه ده سوري الكونسنتريشن جريدينتس اللي موجوده, لو كان عندي electric field كمان يبقى ده معناه الالكترونز والهولز بيبقى ليهم اتنين current components, واحد diffusion واحد drift. وساعتها لما احب اجيب total current اجمع total diffusion زائد total current بتاع الالكترونز وبتاع الهولز ويبقى انا كده جبت total current density. وهتاخدوا بالكم ان لازم تبقوا عارفين عشان تحلوا اي مسألة من المسائل دي لازم يبقى عندي constants اللي هي بخاصة بالإلكترونز والهولز في المادة دي. حد يفكرني كده ايه هما التو كونستنتس اللي احنا خدناهم النهاردة؟ الموبيليتي الموبيليتي ودي بتاعة الدريفت موشن, وايه كمان؟ كونسنتريشن والديفيوجن كونستنت اللي هي اللي هي دول التو كونستنتس اللي هو المفروض يبقوا جيفن في المساله. وساعات يدي لك واحده وما يدكش الثانيه. ليه؟ لان طلع ان في علاقه ما بين الدي وما بين الميو اللي هي الحاجه اللي بنسميها الاينشتاين ريليشن. الريشيو بتاعت الدي على الميو عند اي درجه حراره بيساوي حاجه ثابته هي البولتزمان كونستنت الكي مضروبة في T اللي هي temperature
مقسومة على الكيو اللي هي 1.6 في 10 ناقص 19 اللي هي التشارج بتاع الإلكترون. فدايما دي على ميو بيساوي كي تي على كيو. اللي انت لو عوضت فيها عند روم تمبرتشر يعني 300 كلفن وضربتها في البولتزمان كونستنت اللي هو 6.23 في 10 ناقص 23 على الكيو، لو انت قسمت الحاجات دي كلها على بعض بتلاقي ان هو تقريبا بيساوي 26 ملي فولت. فبالتالي لو انا اديتك الموبيليتي تقدر تحسب الديفيوجن كونستنت، ولو حسبت الديفيوجن كونستنت تقدر تحسب الموبيليتي. الكي تي على كيو دي عشان تبقوا بس فاكرين كانوا سموها لك في 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 سنه اولى حاجه بنسميها الثيرمال فولتج، اللي هو فولتج معين كده اللي هو كي تي على كيو او كونس او رقم بيبقى اليونت بتاعته فولتج، فسموها ثيرمال فولتج عشان بتعتمد على التمبرتشر، ودي بتبقى قيمتها 26 ملي فولت عند روم تمبرتشر. يبقى ملخص اللي احنا اخدناه سو فار النهارده هو عباره عن ان احنا عرفنا المره اللي فاتت عرفنا السيمي كوندكتورز بانواعها بازاي ان احنا نقدر نحسب الكونسنتريشن بتاع الالكترونز وهولز. لازم يبقى فيه كونسنتريشن للالكترونز وهولز عشان يمشي كارنت، وده كان اول شرط. الشرط الثاني لازم يبقى فيه طريقه او حاجه تسبب الحركه دي، واتفقنا ان النهارده اخذنا تو ميكانيزمز بيسببوا الحركه. واحده منهم ان في عندي حاجه بتزق الالكترونز والهولز، يعني في عندي الكتريك فيلد عشان يعمل لي الكتروستاتيك فورس تزقهم، وفي الحاله دي بيبقى عندي دريفت موشن، او في عندي نوع تاني من الحركه اللي احنا بنسميه الديفيوجن ترانسبورت ميكانيزم، وده لما يكون في اختلاف كونسنتريشن جوه الماده بتاعتي، حته فيها كاريرز عاليه اللي هي الكترونز والهولز يعني عاليين في حته وقليلين في حته تانية، ساعتها يبقى عندي ديفيوجن موشن. طالما ان انا في عندي ميكانيزم للحركه وعندي الكترونز وهولز، ساعتها يبقى في عندي موشن، وساعتها يبقى في عندي كارنت دنسيتي اللي اقدر احسبها بالايكويشنز اللي احنا اخذناها النهارده. بالحته دي كده يبقى احنا رجعنا مع بعض على الترانسبورت ميكانيزمز. هتلاقوا السلايدز اللي احنا شرحناها النهارده موجودة أونلاين على LMS على مودل، هي وطبعا كل السلايدز اللي فاتت، وكمان available برضو موجود. احنا كده خلصنا السلايدز بتاعت Lecture 1 و Lecture 2 و Lecture 4. Lecture 3 بيحكي ليكم وبيراجع لكم المفروض على ايه هي الطرق المختلفة لتصنيع الكومبوننس الإلكترونية، سواء كان دايود ولا ترانزستور ولا الاي سيز اللي موجوده. يعني ايه ايون امبلانتيشن، يعني ايه اوكسيديشن، يعني ايه ان انا اروح اعمل ليثوغرافي، يعني ايه ان انا اعمل ميتاليزيشن. كل الحاجات دي هتلاقوا فيه فيديو جميل جدا موجود، اللينك بتاعه موجود على LMS وموجود عندكم تحت الايتم بتاعت لكتشر 3. انا طالب منكم ان كل واحد فيكم يقراه ويفهم ويفتكر كويس الديفرنت فابريكيشن ميكانيزمز اللي تقدر تخلينا ان احنا نصنع اي الكترونيك كومبوننت موجود عندنا من اللي انتوا اخدتوه قبل كده ومن اللي لسه هناخده تاني السمستر دوت. فبانتهاء دلوقتي كده هوت المفروض ان احنا نبقى خلصنا السلايد داكس بتاعت لكتشر 1 و 2 و 3 و 4 اللي تقدروا انه كنتوا تقروا الشابترز المكافأة ليها عشان تفتكروا الكلام ده اللي موجود في الرفرنس اللي انا كنت حاطته لكم بتاع سدرة في اول محاضرة خالص، وتقدروا انه كنتوا تحلوا كده هو كاملا كل الشيت الاولاني مع البشمهندس محمد اشرف في السكشن، علشان تبقى انتوا كده افتكرتوا نقدر نقول تقريبا 75% من الحاجات اللي انتوا خدتوها في سنة اولى. لسه هيبقى في جزء تاني اخدتوه اللي هو الجزء بتاع البي ان جانكشن او الدايودز، وده اللي ان شاء الله احنا هنراجعه في الاسبوع اللي جاي وهنمر عليه بسرعه جدا كده هوت عشان تفتكروا الجزء بتاع الالكترونيك انجينيرنج اللي كان بيشرح البي ان جانكشن ده عباره عن ايه وتكوينه ازاي والاوبريشن بتاعته كواليتاتيفلي شغاله ازاي وايه هي الجوفرنينج ايكويشن بتاعته وإزاي إن إحنا بنستخدم أو بنحل
اي الكترونيك سيركت فيها دايت عن طريق الايكويشن بتاعتها. فده اللي ان شاء الله هنعمله المره الجايه، واتمنى تكونوا المحاضره ديت تبقى واضحه وقدرنا ان احنا نفتكر مع بعض الاجزاء اللي انتوا اخدتوها في سنه اولى. هل في حد عنده اي اسئله لغايه دلوقتي؟ انا عندي سؤال يا دكتور بعد اذنك. اتفضل يا فندم. هو انا يعني بس هو يعني احنا بنتكلم عن الكارنت هو الكتريك انرجي صح؟ الكارنت هو عباره عن حاجه بتعبر عن الفلو اوف تشارج. الفلو اوف تشارج ده اكيد بيعبر عن انرجي، طالما ان في فلو يبقى اكيد في انرجي. تمام، يعني كل الكترون هو يعني في انرجي صح؟ لا، كل الكترون ما فيهوش انرجي، بس حركه الالكترون بتنبع عن حاجه كان في انرجي كامنه في النظام دوت، سواء الانرجي دي جاي عن طريق الالكتريك فيلد اللي محطوط، او الانرجي دي اللي هي كانت عباره عن انرجي موجوده بوتنشال انرجي سببت اختلاف كونسنتريشن. تمام، يعني مثلا لما يكون في سيركت عاديه يعني باتري وريزيستنس، احنا بنقول ان الريزيستنس لو هي مثلا لمبه او كده هي بتاخد انرجي، فالانرجي اللي هي بتحرق انرجي، هي بتديسيبيت انرجي. لو انت جيت بصيت على بطاريه حطيتها على ريزيستنس، ايه اللي بيحصل؟ عايز انك انت تبص عليها، اديك اكزامبل كده. عارف النافوره اللي موجوده عندنا في الكليه؟ النافوره دي بيطلع منها ميه لفوق وتنزل تاني. بالظبط، عشان تطلع لفوق وتقدر تكافح وتروح against gravity مش لازم تاخد energy؟ مين اللي بيديها الانرجي؟ موتور او بامب، موتور او ترومبا موجودة. فالترومبا بتدي energy للمية، المية تطلع تحرق الانرجي دي ضد gravity وترجع تترمي تاني على الارض تاخد energy وتطلع فوق وهكذا. نفس الكلام بالظبط، الالكترونز بتعدي جوه البطارية تاخد انرجي تنزل رزع جوه الماتيريال تحرق الانرجي ديت وتروح راجعه تانية، وهي بتحرق الانرجي بتحولها لحراره زي اللمبه، بتحولها لضوء زي الليد، بتحولها لاي نوع من الانرجي تانية وتفقدها وترجع للبطاريه تاني. يعني يا دكتور، يعني الانرجي دي نفسها مش ستورد جوه الالكترون، هي الانرجي دي يعني جايه من حركه الالكترون اللي هو من الديفرنس فولتج صح او الالكتريك؟ لا غلط، هي الانرجي دي جايه من البطاريه، يبقى البطاريه ادت الانرجي للالكترون، والالكترون مشي جوه الماده قاعد يخبط فيها لغايه لما خسر الانرجي ورجع للبطاريه تاني، خد انرجي وراح فقدها ورجع تاني وهكذا. يعني وخد الانرجي دي على صوره اللي هو كاينيتيك او بوتنشال انرجي بالظبط، خد الانرجي دي تحولت من الكتريكال انرجي الى كاينيتيك انرجي، والكاينيتيك انرجي دي خدت الالكترون قاعد يرزع في الايونز اللي جوه الماده فخدها في صوره ثيرمال انرجي او اوبتيكال انرجي. تمام، شكرا يا دكتور. العفو عليك دكتور. لسه تاني عنده اسئله؟ احنا النهارده المحاضره الصوت قطع فيها كتير جدا، وكذا حد حاول يكلم حضرتك يقول لك ان الصوت مش موجود، بس حضرتك كنتش بترد، ف يعني حضرتك عايز تشوف حل في الموضوع ده، لان يعني في حاجات مهمه وقعت في المحاضره احنا الصوت كان قطع فيها. طيب، هو للاسف انا في الحته اللي في الجامعه دي هو ده الانترنت اللي موجود، واحنا كده كده بنراجع على الحاجات ديت، فانت كده كده المفروض انت في سنه اولى عارف الكلام ده كويس، فما اظنش ان دي اللي هتاثر معاك قوي يعني. لكن لو في عندك اي اسئله قول لي عليها ونقدر نشرحها تاني. هنتكلم بس للمحاضرات اللي احنا لسه هناخدها ان شاء الله، يعني الموضوع ده يعني لو في الجديد بقى يعني في حاجات تقع مننا مش نفهمها. انا ما عنديش اي مشكله خالص، قول لي وزاره الدفاع تتحرك من جنب الجامعه عندنا وهتلاقي الصوت هيبقى زي الفل، بس I'll do my best ان احنا نحاول على قد ما نقدر، لو في اي سؤال ارجعوا لي يعني. تمام، عندي سؤال كمان لو سمحت. في الموضوع بتاع الموبيليتي، أيوة. حضرتك قلت ان الالكترونكس الموبيليتي بتاعتها اكتر من الهودز، انا ما فهمتهاش كويس، على اساس اللي انا فاهمه ان الالكترونكس بيتحرك فبيخلي هول تتحرك. الالكترون هو عباره عن كوندكشن الكترون، الهول هو عباره عن فالنس الكترون،
مين من التو الكترونز دول اللي مربوط بالاتوم اكتر؟ الفالنس. ولو الفالنس الكترون مربوط بالاتوم اكتر يبقى تفتكر انهي واحد منهم اللي هيبقى حركته صعبه؟ الهول. الهول يبقى ده معناه الهول الموبيليتي بتاعته هتبقى قليله، لكن الالكترون اللي هو الكوندكشن الكترون هتبقى الموبيليتي بتاعته اسهل. تمام، بس هو ايه اللي خلى الالكترون كوندكشن والهول فالنس؟ عشان احنا قلنا ان الهول دوت عباره عن نقص ايه؟ فالنس الكترون. ارجع للمحاضره اللي فاتت هتبص على الكلام ده. تمام ماشي. يا دكتور عندي سؤال. اتفضلي. هو احنا كنا قلنا في الاول لما حضرتك جيت تشرح الكارير دريفت ان النت موفمنت بتاعت الالكترونز والهولز بتبقى بتساوي صفر، فبالتالي ما بيبقاش فيه كورنت بيعدي فيها. ده لو ما كانش فيه اي حاجه بتاثر عليهم، يعني ولا فيه الكتريك فيلد ولا فيه اختلاف كونسنتريشن. طب هو الاختلاف الكونسنتريشن بيحصل يعني ايه اللي بيسببه؟ دي حاجة هتبان لينا المرة الجاية واحنا بنبص على البي ان جانكشن. لو ممكن عايزاني اجاوبك بسرعة كده، فاكرة السنة الاولى لما خدتوا البي ان جانكشن وقلتوا هروح اجيب بي تايب ماتيريال وان تايب ماتيريال وحطهم جنب بعض؟ ايوه. ففي الحالة دي عندك حتة فيها هولز كتيرة والحتة التانية فيها هولز قليلة، لما يبقوا جنب بعض يبقى الهولز هتمشي منين لمنين؟ هتمشي هتروح للهو من البي تايب للان تايب. والعكس صحيح، الالكترونز تتحرك من الان تايب للبي تايب. فده اكزامبل للديفيوجن كارنت يعدي ازاي. طيب تمام شكرا يا دكتور. العفو عليه. بعد اذنك اسئله. هو حضرتك قلت ان السلايد هتبقى موجوده على ال ام اس ولا؟ هي اوريدي موجوده على ال ام اس بقالها 3 اسابيع. ال ام اس فاضي، انا لسه داخل عليه دلوقتي لقيته فاضي. هو ال ام اس وانا كمان عليه كل حاجه فاضي. خش جوه وريفرش هتلاقي الال ام اس موجود عليه اول 4 محاضرات. فاضي يا دكتور، انا عملت ريفرش اهو قدامي مفيش حاجه. عندنا كلنا فاضي. فاضي يا دكتور. ارجع للستودنت ادفايزر اتاكد انك انت ريجسترد على نفس الكورس اللي انا معمول عليه. دي ساعتها محتاجين ان هم بس مع الاي تي يتاكدوا ان اللي انتوا ريجسترد عليه هو اللي انا بحط عليه. حصلت السنه اللي فاتت نفس الحكايه. تمام يا دكتور. هتلاقوا اول 4 هو كل ال 15 محاضره محطوطين، بس اول 4 محاضرات هم اللي معمولين فيزيبل بالنسبه لكم. تمام. لو لسه في مشكله، هو مين الستودنت ادفايزر بتاعكم؟ محمد من مربط الجنوب. دكتور مين؟ انا موجوده بداله. محمد مبروك بس انا موجوده بداله. مين الفاكولتي ادفايزر بتاعكم؟ مين الدكتور الادفايزر بتاعكم؟ بيتهيألي دكتور عادل. دكتور عادل صباح. طيب ارجعوا بس للدكتور عادل علشان يقدر ان هو يخلي الاي تي ترابل شوت المشكله دي لو كلكم شايفينها. تمام ماشي يا دكتور. تمام كده اهو. ايه مين تاني عنده اسئله؟ يا دكتور معلش انا ما فهمتش ازاي الرول بتاع الجي ايكوال سيجما اي بيكون هو فورم تاني للأومز لو يعني. طيب تعالي انت معاكي ورقه وقلم في ايدك؟ اكتبي كده ان الجي شيليها وحطي مكانها اي على ايه؟ تمام. بتساوي سيجما في الالكتريك فيلد صح كده؟ شيلي الالكتريك فيلد وحطي في على ال. تمام. تمام؟ وانتي عارفة ان السيجما هي واحد على رو. اوكي. خلي الفي في ناحية والباقي كله في الناحية التانية. يبقى الفي هتساوي الرو في الال على الاي في الاي. صح؟ الفي هتساوي الرو في الال. في الال على اي مضروبة في الاي. تمام. الرو في الال على اي دي عبارة عن مين؟ الريزيستنس. مضروب مظبوط كده. يبقى الفي بتساوي الاي في مين؟ تمام في الريزيستنس. يبقى جي سيجما في اي هي بالظبط في بتساوي اي في ار.
هي بس تو فورمز مختلفين. تمام شكرا. العفو على ايه؟ مين تاني؟ دكتور. ايوه بعد اذنك انا كنت داخل على المحاضره من على لينك مش معمول لي جوين على التيم. ليه؟ مش عارف انا بحب ادور على اسم الماده كتير اصل انا اكمني ما حضرتش اول محاضره خالص اللي هي كان المفروض ان عندكم الكوردينيتور بتاع الدفعه انا بعت له الكود بتاع التيم والمفروض ان هو وزعه على الناس كلها ارجع له هيديه لك تاني. تمام يا دكتور. اي اسئله تانية؟ طيب بشكركم جدا النهارده وياريت كل واحد فيكم يجو اوفر سلايدز عشان يفتكر الحاجات بتاعه سنه اولى اللي احنا خدناها مع بعض بنراجعها ويجو ثرو الفيديو اللي هو اليوتيوب فيديو اللي كان بيراجع لكم على الفابريكيشن بروسيسز المختلفه للسيمي كوندكتور ديفايسز يعني. وان شاء الله نتقابل زي النهارده في نفس التوقيت باذن الله. يلا سلام عليكم.